contributed to the successful of the accreditation of the accounting program in the CBA. سعيدين جدا بحضور ضيوف الكرام الأستاذ وهيب الأنصاري من شركة كي بي جي وأيضا الأستاذ وعاف كولار من كي بي جي الأستاذ أحمد الجفري الأستاذ جوني الشريف الأستاذ محمد كنفر ما شاء الله كي بي جي احتضنت مجموعة وأيضا فخورين بأنه هذا المكان احتضن هؤلاء الصفوة أيضا نشكر حضور الأستاذ محمد دنيبان من كرو انفستمنت كرو انترناشونال عفوا الأستاذ محمد جابر من شركة الاستشارات والدكتور زكريا حسنين نشكر الدكتور زكريا حسنين معانا هو موجود ما شاء الله اللاين والآن معانا حقيقة من مصر حيكون معنا أونلاين الدكتور زكريا حسنين للتحدث عن تقنية البلوك تشين. أتمنى يا دكتور زكريا تسمعنا. أنا سعيد جدا أن أنا موجود وسط هذا الجمع الكريم وسط أساتذتي وإخواتي الأفاضل بالمملكة العربية السعودية في يوم نعتبره كلنا يوم تاريخي يوم المحاسبين بالعالم اليوم اللي فيه لوكا بتشولي عمل الدبل إنتري سيستم. النهارده طبعا هتكلم عن البلوك تشين وازاي البلوك تشين هتاثر على مهنتنا مهنه المحاسبه اللي هي بقى لها الاف السنين ازاي تعملها ابديت. انا حابب بس بسم الله الرحمن الرحيم النهارده هتكلم مع حضراتكم عن what does بلوك تشين mean for accounting ازاي. بشكر حضراتكم يا لو حضراتكم سامعيني الاستاذ